السلام عليكم، حياكم الله، معاكم شباب ترو جيمنج كاملين. في واحد انا مختفي، عبد الله طلع. عندنا تحدي جديد، اوكي، تحدي رهيب. فكرته تخيل انك لحالك قاعد تلعب ضد 16 واحد جامد، اوكي، يعني 17 واحد. اي 17 واحد. فالفكره وش هي؟ كل واحد فينا بيلعب الماب الجديد حق مصر، هذه اضافه وور ماشين اللي موجوده في كول اوف ديوتي. كل واحد بيدخل الماب، طيب، والهدف انك تعيش اكثر وقت تقدر عليه. طبعا كلهم جامدين، بينتفونك نتف اول ما يشوفونك، فنشوف مين اكثر واحد فينا يقدر يطول في اللعبه، مين اكثر واحد يقدر يعيش. يلا نبدا. انا اول واحد ولا ايش؟ يلا ترى بتبدا. بدينا لا لسه اول ما يتحرك لسه في عدة. لا فزت بجداره. ايش بقى نسوي؟ هذا اللي يبدا صح؟ اوكي، ايش تعرف؟ في عدة تنازل. بابا وين نلعب فيه الحين؟ مصر، ايجيبت، ام الدنيا. ام الدنيا لما كانت مستعمره بريطانيه. ايجيبشن. ايوه، وهجداهم صح، ما قص طرداهم. يلا 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 تايتنز هجموا. كم باقي؟ هذه قاعد تحاول بغير السلاح بس. ما في تغيير اسلحه، ما يهم عمران، المهم انك تعيش، تهرب، لا لا تذبح احد. يلا يلا، ها يلا، شوتجن خفيف. 4 3 2 1 ابدا. جو لا تحاول تسوي استراتيجيتي. احمد ورحمه ورحمه شو الموقف؟ الله شكلهم حين يا اخوان. دقيقه انا عارف. واو، جاك 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 جاك. كم وقف؟ 15 ثانيه. 15 ثانيه كبير عمران، صح، خف كثير. ايش نسوي؟ اوكي الحين يلا يلا فهد، يلا فهد 33 كان. تكذب تكذب جوالك؟ عادي عادي فهد جاني مره ثانيه. شوف كيف والله فقع راسك والله. واضح 15 ثانيه. لا 15 معروف، هذا الجندي معروف يجيك بعد 15 ثانيه. اوه ما شاء الله رئيس ذا ولا ايش؟ المهم ما حد يختار نفس المكان حق اي واحد. لا لا لا، ولا تختار مكاني. مره سويتها مكاني، ها مكان محمد هذا. اي معروف، ها جيت معك تقول لي 15 رفع من عندي، انا جاي 33. ما ادري كيف جابها 15. يو طلعت، كم طلعت؟ كم طلعت؟ تقفل الجوال علي. يوريني ادخل رقم سري، انا مت ضحك. قلت خلها ابراهيم. هذا انا؟ ليه ابي اسود؟ عد عد عد. الحين لازم تجيب احسن من 27، طلع رقم عمران 27. اي 27 كيفك؟ اي ظلمنا. كيف طلعت 27؟ كيف حسبتوها هذه اصلا؟ عشان 33 في اليسار يعني يبان الدقائق. اوه فضحنا. يلا يلا فهد، يلا بدا بدا. هذه استراتيجيه عمران، هذا الدخله ذي اللي سرقها مني. عيال كلكم قلدتوني. دور لك مكان ثاني توزع فيه فهد. لحظه لحظه، هذه استراتيجيه. يعني اذا سكتنا ما بيجيك احد. اسكت 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 اسكت. عاد انتم حطك، انا طلعت راسي شويه. والله ان شاء الله يجونك الحين. حيجي باقي له 20 ثانيه. يلا فهد. شوف ما تجي. 25 ثانية. أربعة. هناك هو، هناك شفته أنا. ترى الظاهر إنك أحسن من عمران بثانية. صح؟ أمشي أنا أحسن من عمران. الكابتن هذا. ما بيفوز، أمشي أنا أحسن من عمران. والله لا هزك. عمران عمران مين أحسن منك؟ مرة ثانية ولا إيش؟ إيش قاعد يصير؟ خلاص خلاص خلص خلاص. الولد. أحسن لك يا عبد الله. كم طلع لي؟ 30. لا غروس أخ. 30 28 بالضبط. صح، تنجبر. نفس الوقت اللي طالع قدام تنجبر عادي. لا ما تنجبر. ورنا ورنا الاستراتيجيه الجديده. ما عليك شوف محمد، مثل جوالات ابل هنيك. يسوي شيء جديد الناس يقلدونه. يلا فلتوني فلتوني عليه. يلا يلا يلا. كم دبابه عندي؟ لا دبابه. دب دب. احسب عمران الوقت. دب دب. لا محمد والله حاس واحد متفكذه بالجبهه من جد. خلاص على الهياط، خلاص ما في استراتيجيه هذه. ها ها وينهم؟ اي بس خليك مركز هذا. آه يمين ما حد يجي، خلاص مقفل والله. بتكون كذا انت بيرفكت نوب. ممتاز ممتاز. زابن صح. بس بس باقي 10 ثواني وافوز. يلا 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 محمد، يلا يلا يا محمد. لا احسن وقت. لا مو احسن الا لا 30 ثانيه. مكتوب 34 30 ثلاثين. شفت واستراتيجية جديدة. هو ضبطك ترى. ما ضبطنا. هل شفته؟ إيه مدير لازم نضبط. من جد. يلا أحمد أحمد يلا. صار على المباركة هذه لازم. اللي ترمي الجرنيت. واو. واو بيغير. أحمد قنابل دخانية. عشان تبين. طيب.
يلا احمد خلكم دبابه احمد خليك رجال واستراتيجيه جديده زي اي اطلع سيده كذا شوف احمد احسن حالات بتصير احسن من عمران استنى عرفت فلا تخاف احسن من عمران الاخير هذه استراتيجيتي ام حاجه شوف قاعد يركض لانه الطق مين استراتيجيه الرفسه كيف تقعد كيف تقعد دايره اكس اكس مره ثانيه يعني القائد المبجل يسارك احمد وراك احمد بس خليك هنا خليك هنا اسمع كلامك خليك هنا تبغى تفوز خليك هنا بس لا تتحرك يلا احمد يلا 7 6 5 4 3 2 1 عديتني والله عديتني يا احمد عديت كفو احمد كفو يلا كفو انا الاول لا لا بس حلو والله حلو والله جيد محمد معليش عديت عديت صدق بس ترى انت استفدت من استراتيجيتي صح صح, صح انا المفروض العب اخر واحد عشان ما تغشهم صح محمد انا شوف عيد النشره عمران اخر واحد كذا عمران انا كذا محمد كذا احمد كذا والله بالحقيقه وفي اللعبه كذا اول مره يفوزون علي شوف كيف اول مره اول مره كل التحديات اغشكم فيها لبنان انا وعبد الله لا وانا ايش هو لا تحديات رسميه حق تروبين لا تقول لي لبنان تحديات رسميه راكم بول مين فاز باللابتوب يا عمران ايش مين فاز باللابتوب انا وعبد الله ايش فيك راكم بول ايوه انا اللي صقعتك فيه ها ايش بك لا لا مو دراغون بول في وحده ثانيه انا ما كنت في دراغون بول تن سكند راي فيفا امس فيفا لا هذا سمايل فيفا لا نزل نزل الحلقه خلاص والله خلاص ايه ما في ينفع خش في بالمريض خش فيه الصلعه تبين معلمها جدك للدباب اللي بس اندس لا 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 ما يجون للنهايه ترى الكمبيوتر بعيدين صح انا احس كانوا بعيدين لا واحد بوف كذا عبد الله في رقيه ارق ارق فوق ارق فوق وين ارق فوق في فوق في الجبل هنا لا والله بيجي سنايبر بجبهته لا لا غلط 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 ادخل مكان هنا ما حد بيتوقع انك فوق لا كلهم بيشوفونه محمد صلعته تلمع مع الشمس خليك اتحرك خلاص اخاف يجون من يسار من وراك من وراك بيجون الانبطاح محظور لا تنبطح اطلع عبد الله فاز يا عيال يا منبطح اللعبه انت صلحه شكلها ما من كذا والله اتفاق حتى مو منبطح يعني يلا الحمد لله ما فرق والله للاسف الشديد في فايز هنا عندنا انت الهيتوني اصلا احمد فايز كويس يا كفو كفو احمد مبروك احمد كفو احمد مبروك احمد مبروك مبروك يا احمد مبروك احمد ولا غيره مبروك مين غيره هذا ما ادري ما في غير انا وانت انا كثير فزت عليه طفشت اوكي اوكي كذا كذا في حركه ذا اسوي طق كذا ربك ان لعبنا عبد الله اليوم ولا كانت له خير صح كلام صحيح هذا والله والله ما ارضى انك انت ليش سمعت كلام انا جاي بس عشان انبط يعطيكم العافيه على المتابعه يا شباب لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناه وايضا اذا حبيتوا فقره التحديات دي وتبونها مره ثانيه اكتبوا لنا في التعليقات تبون لعبه ثانيه اكتبوها في التعليقات مع السلامه باي